وين بدك تروحي يا؟ بدي اطلع خلصت كمان مشوار. طب اني ليه؟ طب اني خدي معاكي هيا. صلي ساعة بقولك امي تعالي معي انت ما. طب على فكرة انا بدي وقتي على لسه بدي اشرب اليانسون تبعي وبعدين بطلع معاكي انت ليه كثير مستعجلة انه اي ساعة موعدك؟ طيب شو؟ معاكي ايه هاش بروح بخلص مشوارين وبرجع لك وبنطلع انا وياكي مع بعض. طب انه اوكي بس انه يعني انت اي ساعة موعدك الاساس؟ مشوارين وبرجع لك وبنطلع انا وياكي مع بعض. طب انه اوكي بس انه يعني انت اي ساعه موعدك الاساسيه هداك؟ لا ما في انا عندي موعد اي وقت؟ وقت. طب انه بنتغدى؟ اكثر موعدي عندي انه لازم 5. طب انه اوكي انه بترجعي بنتغدى وبعدين بنطلع. alright اوكي انه بس ما تطولي علي يعني هاي تعشي كثير حاسه هيك بورينج حياتي وكثير زهقانه. شو ما شو مالك؟ هيا شو هاي؟ هاي ايش هاي الفلجر عم تغني؟ ايش انت كثير حدا فلجر؟ او ام جي لوزر انه شو احكي؟ انا عن جد بدي احكي لك انه هاي الشغله هيا انه ام انه عن جد انه هاي اللغه كثير حلوه لغه الداء هاي اذا مثلا اللي عم تابعوني من الخليج انه هاي اللغة اسمها لغه الماك تشيكن انه كل كلمه هيك مدخل انجليزي فيها ولازم يكون في غصه اسمها لغه الماك تشيكن انه كل كلمه هيك مدخل انجليزي فيها ولازم يكون في غصه هون انه معرفتي او انه لازم تكون التا والهدول والهاد والهيك والهاد والهيك ايش بدك؟ خلاص انه انا بعمل لحالي صرت 100 مره عامله البلوزه طيب انه خلاص ام داني لازم اروح. طيب يعني كيف قالك قلب انك تتركيني على حالي هون وانا تروحي؟ انا I told you شو you told me شو؟ I told you you told me what؟ انه تيجي معي هاي ما دفعتيها؟ ما دفعتها تدفعيها انت يلا اوكي.